معاوية يشرب ويقول ما شربته منذ حرمه على طريقته في الاستهتار بالأوامر النبوية. سوف ترون أحاديث كثيرة يستهتر عادي، تقول له ربا الفضل حرام ولك لا بأس به عندي، هكذا في صحيح مسلم هذا لا بأس به، لا بأس به يا. فعبادة قال له عجيب، والله لا أساكنك بأرض أبدا، من ينصفني من معاوية؟ أحدثه عن رسول الله في أحدثني إياه عن رأيه. إيش الرجل هذا؟ قال له طاغي، أنا أقول خب هذا طاغي، هذا الطغاة، هو بيقول حرام النبي، أنا عندي بقول لا لا بأس، هذا دليلك لا بأس. وهجره الصحابي الجليل، وهجره أبو الدرداء أيضا لأجل ربا الفضل. واضح؟ في حديث اليوم حيحتاج به عبد الله بن الصديق، وحنشوفه في الحلقات المقبلة بإذن الله، أبو أيوب الأنصاري صحابي الشهيد الجليل طلبه في شيء، أعطيني شيء كذا، قال له ما عنديش، قال له خلاص صدق رسول الله، أراد أن يذكره، قال له ماذا قال؟ قال إنكم يعني معشر الأنصاري ستلقون أثرة بعدي. قال ماذا أوصاكم؟ شوف شوف معاوية طاغية فعلا، قالوا بعدين إيش قالكم؟ قال أوصانا بالصبر، قال فاصبروا، أنا أول، والله العظيم عشان تعرف نفسية الرجل هذا. وبعدين إيش قال له؟ قال له أنا أول من صدقه. إيه؟ مش هو قال أنتوا حيستأثر عليكم؟ هي استأثرت عليكم وطلعت النبي صادق، هاي صدقته. شفت الأسلوب؟ والله العظيم ما أنت لازم تكون حتى دارس علم النفس كمان وفاهم وذكي عشان تفهم الشخصية اللي أمامك من خلال هذه الوقائع وأشياء أخرى كثيرة هنجيبها إن شاء الله في موضوعها. اصبر قال لي. طيب في صفحة 9 من جوهة العطار الجزء الأول يقول حافظ الغماري حالة معاوية في قبره لما ملك بنو العباس، معروف هذا عنهم حقد رهيب، كانوا يحفرون قبور بني أمية ويخرجون منها عظامهم وأجسامهم فيحرقونها. شوف الحقد لوين يا أخي، هذا يريق بالمسلمين شيء فظيع الأمة هذه. فحفروا قبر معاوية فلم يجدوا فيه إلا خيطا أسود كالهباء، أكلته الأرض كله من عند آخره، وما ظهر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره وآخرهم. على فكرة والدكتور طارق السودان يحكيها عن العلامة المجاهد العراقي الصواف، أعتقد الشيخ الصواف رحمة الله تعالى عليه، نعم كان في الجماعة التي شهدت هذا، جاء هكذا سيل ماء فسبحان الله أبرز قبور شهداء أحد، قال لك الله أكبر، أجساد كاملة، والله العظيم شيء يبكي أقسم بالله رضوان الله عليهم، أجساد كاملة لم تأكل أرض منها شيئا، ورأها الشيخ الصواف قال لك، وكانت حالة عظيمة وبكاء وشيء رهيب كما هي، وفاحت راحة المسك. نعم نعم، دكتور طارق السودان الله يحفظه يروي هذا عن الشيخ الصواف، أو الشيخ الصواف يعني مات قبل عقود يسيرة جدا جدا، العلامة المجاهد العراقي هذا السني رحمة الله عليه. فكلام الغماري صحيح، قال وما ظهر أحد من أصحاب رسول الله من قبره إلا وجد كما هو يوم مات، وكذلك الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح قال ولا ورثتهم من العلماء العاملين، وهم العلماء بالله والعارفون بجلاله، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أن الفجرة خلفاء إبليس ولو جمعوا علم الأولين والآخرين. كونوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، بارك الله فيكم.